في مفاجأة، عصابة داخلة علينا بدبابة خطفتك. دبابة؟ قعدت أبص يمين أبص شمال عايز أحصلك، لقيت حصان، رحت راكب الحصان. حصان؟ قعدت أجري بالحصان درجن 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 ورا الدبابة لغاية ما زنقت عليها عند الإمة كده. فجأة لقيت هليكوبتر جاية من ورانا. هليكوبتر؟ وعمالين وسلم نفسك يا سفيه، سلم نفسك يا نعناعة. فجأة العصابة وقفت بالدبابة وراحوا مطلعينك، وراحوا ماسكينك كده قالوا لو جيت جنبه هنموته، وراحوا قاطعين راسك يا سفيه. قعدت صرخ ليه بتقطعوا راسه؟ راحوا مدحرجين راسك على الارض، راسك قعدت بتتدحرج تتدحرج لحد ما خبطت في رصيف، قامت مفتوحه فتحه كده قيمه غرفتين. لقيتك عمال تعيط وتقول لي الحقني يا نعناع الحقني، ورحت مت قمت انا مصرخ بقى على صوتي سفيق، وصحيت من النوم. يعني انا ما متش لما راسي اتقطعت، ومت لما خبطت في الرصيف؟ سبحان الله. تفسيرها ايه دي؟ رفسي لازم نسال شيخ. طب لا مؤاخذه في السؤال، يعني انت بتحلم زينا؟ طبعا بحلم يا سفيق، مش بني ادم زيكم، بس الحلم بتاعي ما فيهوش صور، صوت فقط، اوديو. الذاك الاصفر متسالي يا غبي. يلا يا ماسترو تاخرنا على الشغل. مافي مافي، بسم الله الرحمن الرحيم. صباحنا صباح الملك لله، الطريق فاضي. انطلق يا مايسترو. أصبح على الغاليين. صباح الخير يا غالي، الله يرحمك. صباح الخير يا غالية. ايه ده؟ صورة أمي فين؟ صورة أمي راحت فين؟ الصورة فين يا ناس؟ ايه صورة أمي فين؟ صورة أمي فين يا سفيق؟ صورة أمك ايه يا عم؟ وقع على الأرض. وإيه اللي وقعها على الأرض؟ تلاقي حد كان بينضف. تصدق الحبل مقطوع. الحبل اتقطع بفعل فاعل يا سفيق. ازاي يعني؟ الحبل اتقطع بفعل الهانم. لا مؤاخذة يا سفيق، الهانم اللي مفكرة إن البيت بقى بيتها ومستايقة صورة أمي ولسه هي عايزة في خيرها ومتطيقة صورتها، الهانم فهمهم يا سفيق. صورة لو ما اتعلقتش في خلال 5 دقايق أقسم برب العزة. طيب طيب طيب. والله العظيم ثلاثة. طيب. لو تم تتعلق هذه الصورة في خلال 5 دقايق والله العظيم ثلاثة. لاحظ إن ال5 دقايق عدوا. فهمهم يا سفيق. طيب. أنت عارفني لما بتعصب أنا ما بسوس قدامي. طيب طيب خلاص. والمصحف ما بسوس قدامي. روح أنت الشطف وأنا هتصرف. والمصحف والله العظيم ثلاثة. والله السماء. لو الصورة ما اتعلقت في 5 دقايق اقسم برب العزة وعزة جلالة الله، لو الصورة ما اتعلقت في 3 دقايق والله العظيم 3. بتحلم بقالك ساعة وما قلتش هتعمل ايه؟ عامل ايه؟ اقسم برب العزة وعزة جلالة الله، انت حر الا صورة امي، صورة امي ما تتحطش كده، اخرج من الحمام الاقي الصورة متعلقة، الا صورة امي، الا صورة امي، اقسم برب العزة وعزة جلالة الله. سامع قلة أدبه؟ صورة إيه؟ قال يعني بيشوف. صباح كبرك دماغك، ما تشغليش نفسك. بقول لك إيه؟ قومي علقي له الصورة، أنا عارفه الواد ده كفيف وغجري. يلا يا أختي. أحط له الصورة؟ طب وحياة سيدي يا قلت أنا ما أورياه. إلا صورة أمي. نهار أسود. عبيطة دي ولا إيه؟ قايل لها مليون مرة ما تحطش قمصان نومها هنا في الحمام. مفيش فايدة. البنت ده مش هيجيبها معايا لبره يا فاتر. وبعدين بقى؟ وبعدين الصابونه يا غجر، قايل لكم مليون مره محدش يسيل الصابونه من مكانها. راحت فين الصابونه الزرقاء؟ محدش يسيل الصابونه تاني من مكانها. صابونه تتحط، كل حاجه تتحط في مكانها. يا ما انتم بقى. انا هخليها خيفه دي. دي هتبقى خايفه بعد شويه. علقتها لك يا اخويا. غصب عن حبه عينيك تعلقيها. صورة امي ما تتحطش في الارض ابدا. ايوه كده. صباح الخير يا طهره. صباح الخير يا عفيفه. والله ما عايزين الا بدعائك يا حاجه. كنت هتدعي ازاي وانت على الارض بس؟ يلا يا نعناع. يلا يا مايسترو. أيوة عايزين نلحق الشغل. علقتها ايه؟ جيت الا بالسك.
ساتر يا رب على دول ايه يا ساتر؟ خلاص يا عم لازم تعصبني على الصبح. خلاص يا عم اشتري دماغك، يلا البس بقى، عايزين نلبسك بقى. الله يكرمك يا سفير، والله ما عارف انا من غيرك كنت هعمل ايه. انت عليا اللي بسوف بيها. يا عم ما تقولش الكلام ده، ده انت حبيبي يا مايسترو وخدمتي ليك متعه. الله كلام، الله على الكلام. والله انا حاسس انك انت ملاك اتبعت لي من السماء. اقول لك على حاجه، احساس خاص بيا يعني. انا حاسس ان وشك يا ولدي بك نور، كانك بتشوف بالظبط. لا والله من غير هزار بجد يعني، لو ينفع ادي لك عينيا ولا ايديا ولا رجليا، والله العظيم ما كنت استخسرتهم واديتهم لك. ما انا ما بعملش بيهم حاجه. انا قلت لك 100 مره يا مايسترو الكلام ده بيحرجني. تتكسف تتكسف، ده انا اللي مكسوف منك. والله العظيم يا تفيق انا اللي مكسوف منك، وما عارف اودي وثي منك فين. بتاكلني وتسربني وتلبسني وتوديني مساويري، يا وكل ده لله كده بلا مقابل. بلا مقابل يا مايسترو؟ وانا باخد منك مرتب كل اول شهر. ولا ملايين الدنيا تكفيك اخلاصك ليا يا سفير. طب يلا يا استاذ عشان تلبس الجزمه. لا بلاش حكايه الجزمه دي بقى، بتكسفني. يلا بس. لا بجد بتكسف يا سفير، بلاش حكايه الجزمه دي، ال 15 سنه بتكسفني، بلاش يا سفير. والله العظيم بتكسف. خلاص لبستك الاولانيه، هات الثانيه، هات الثانيه. اهي دي بتكسفني بقى اكتر من الاولانيه. يلا. لا بلاش التلميع بقى، انا هلمعها، انا هلمعها، انا هلمعها. خلاص خلاص لمعتهاش. يلا بينا بقى احسن هنتاخر. نظارتك الحلوة؟ ماشي يا عم. الزكت؟ يلا يا ريس. ده البدلة الكحلي؟ أيوة. ولا أجيب لك الجاكيت الأخضر والبنطلون البني؟ جاكيت أخضر على بنطلون بني، أنت ما عندكش ذوق يا ولا ولا إيه؟ لا كده سياكة؟ سياكة سياكة. يلا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت ماشي ليه بالجنب؟ مش عايز أشوف صباح. يلا صباح النعيش. عالمين. صباح الخير يا أستاذ نعناع. صباح الخير يا قمر. طب انا مستنيك تحت. ها ثواني وهحصلك يا سفير. ازيك يا قمر؟ بخير طول ما انت بخير. خد السندوتشات دي. والله ما عارف يا قمر، لولا قنبلتين الفول بتوعك اللي تدهم لي الصبح ما كنتش عارف حواصل الشغل طول النهار ازاي. ده من بعد خيرك يا استاذ نعناع. الله يكرمك. الايجار اهو. ايجار ايه؟ ايجار ايه؟ ايجار ايه وبتاع ايه يا قمر؟ عيب الكلام اللي بتقوليه ده، دول 5 جنيه عمي، انتوا ساكنين ايام الرخص. خليهم لي على اخر السنه، على الاقل يبقى لهم منظر وانتوا بتديهم لي. يلا يا استاذ اتأخرنا. نازل يا سفيق، اصبر شويه نازل. مش عايزه حاجه يا قمر اجيبها لك وانا راجع من الشغل. عايزه سلامتك، خلي بالك من نفسك. سلام عليك. اجي انزلك. تنزلي مين؟ ده بيتنا وانا حافظ سلمه سلمه. خش انت لا تقع من على السلم. مع السلامه. فيه؟ يا استاذ فين؟ ايه يا عم هات الرصيف. انا مش فاهم يا استاذ انت بتجيب نفسي منين تتكلم على البنت دي. بس يا سفيه بنت غلبانه وبتحبني من زمان. حبك يا استاذ انت بتصدق؟ يا استاذ دي عارفه ان انت مارش، ابوك سايب لك عربيه وبيت، بتشتغلك يا استاذ بتشتغلك. بس يا سفيه بتستغلني ده ايه؟ بنت بتحبني يا اخي، انا اعرفها من زمان، من ايام ما كنت بسوف، قبل ما اعرفك انت، قبل حادثة العربية السودة اللي اتعاملت فيها ديت. كنا بنلعب في نفس الحارة ديت. كان انا عندي 12 سنة وهي عندها حوالي 7 سنين. بس كانت قمر صعرة اصلا.